مع ناصر هيا نتعلم قيما وقصصا أكثر، قيما إسلامية بلغتنا العربية، حكايات ومعلومات في يوميات ناصر، في يوميات ناصر، ومعه منصور وحصة كل يوم جديد. مع ناصر سنستفيد في المنزل أو في الحديقة أو في المسجد، قيما أكثر قصصا أكثر، هيا 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 هيا، قيما أكثر قصصا أكثر، هيا 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 هيا. لا 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 لا، حكايات ومعلومات في يوميات ناصر، يوميات ناصر، ومعه منصور وحصة يوميات ناصر. يجب أن أطمئن على سلامة كل أجزاء الدراجة قبل السباق. أنت مشترك في فئة المسافات الطويلة، هل أنت متأكد أن دراجتك تتحمل هذا النوع من السباق؟ بالطبع، هناك أنواع دراجات أحدث وأفضل لهذه المسافات، ولكن دراجتي ستسبق الجميع بإذن الله. أنتم الفائزون ونحن اللاحقون. هل أعجبتك الدراجة يا ناصر؟ نعم، جزاك الله خيرا يا أبي. هيا استعد للسباق. أبي، أريد أن أستأذنك في أمر. وما هو؟ سباقي مسافة قصيرة، بينما سالم مشترك في سباق المسافات الطويلة، وهذه الدراجة أحدث وأفضل للسباقات الطويلة، لذا أريد أن أعطيها لسالم وأخذ دراجته. بالطبع، موافق يا بني، وهذا من الإيثار، وهو خلق عظيم من أخلاق المسلم. الحمد لله الذي كتب لنا الفوز والتوفيق. تفضل دراجتك، بفضل الله كانت خير عون لي في السباق. وتفضل دراجتك، لم أكن أعلم أنها بهذه القوة، بارك الله لك فيها. الإيثار من أجمل الأخلاق وأسماها، فهو يدعو إلى ترفع النفس عن حب الذات بحب الآخرين والشعور بهم وبحاجاتهم، وقد أثنى الله عز وجل على المتصفين به وبين أنهم المفلحون في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا وارض عنا في الدنيا والآخرة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، إنا تبنا إليك، اجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم منيب. دمتم بخير، تابعونا في الحلقات القادمة. يتجدد معكم اللقاء يا أصدقاء، غدا قصصا جميلة يا أصدقاء، إلى اللقاء، غدا يتجدد معكم اللقاء، قيما أكثر قصصا أكثر.